إذن وصول رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى البيال سيسايد. نتابع وصول رئيس التيار الوطني الحر، دخول رئيس التيار الوطني الحر الذي يشق طريقه بين المناصرين يلي انتظروه بالبيال وهم كتار كتار للاحتفال بانتصار أيار 2022. I'm awesome.
الرشيد الوطني اللبناني وقوفاً. وعدناك ووفينا، وبدكم تقولوا معي: سيد الرئيس نفذ الأمر وأثبتنا إنه ميشيل عون شعبه ما بيخذله. سيد الرئيس الأمانة بأيدي أمينة. سيد الرئيس تيارة فيه قوي، صلب بالمواقف ومرن بالتعاطي. هالتيار يلي ولد من رحم النضال، مرق بالكتير يلي مش ممكن ولا مجموعة تتحمله، سجن واضطهاد، نظام أمني وتواطؤ داخلي. اعتبرونا نحن الغرباء عن لبنان، لأن كنا واحة الحرية بصحراء الاستسلام تبعهم. حققنا العودة من بعد ما حررنا لبنان. ايه، نحن يلي حررنا لبنان لما كانوا هن عم يشحدوا المناصب. طوقونا بالسياسة بتحالفات هجينة، فاجأناهم بتسونامي طلع من تحت الأرض، عملوا معارك سياسية، عملوا كل معاركهم السياسية وبقينا جنود جدعون. رجعوا جربوا يلغونا مرة تانية، حراك وتسكير طرقات، تنمر وهجوم شرس من كل الجهات، مال سياسي وإعلام مرتشي، كذب وشائعات. واجهنا بالمباشر من بعد ما فشل وكيلهم بالمهمة، ومن دون كلل أو تعب بقينا قتلنا وبشعبنا صمدنا. وثبتنا بشهادة التاريخ علينا انه نحن ما مننطر ثورة من حدا، بل نحن يلي منصنعها، وانه نحن ما منقطف ثمار التحرر، بل نحن يلي منزرعها. شعارنا كنا ورح نبقى هون، وصار كنا وبقينا، ووعدنا انه نضل باقيين للبنان. هالارض إلنا والوطن إلنا، وما حدا بيقدر يشيلنا من هون، وهيدي الحقيقه الثابته بمرور الزمن. معاليك، انت قلت لهم يجوا وهن اجوا، معمالهم السياسي، اعلامهم المدفوع يلي هاجمك، الدول يلي دعمتهم يلي عاقبتك، وعملوا ترهيب وتنمر، سفاراتهم وجمعياتهم مولوا اخصامك. بس نحن معك ومع كرامتنا وشعبنا الواثق فينا، واجهنا وصمدنا وتحدينا، وانت انتصرت. رعيدة، انت انتصرت مثل العادي، ولا مرة بتخذلنا. ومش بس انتصرنا، نحن بالبترون وبكل لبنان ثبتنا اجرينا، وهن ببشري هزت منازلهم. القوة اليوم نروح سوا نعد قوانين، نعد ملفات فساد، نعد خطط ومشاريع، مش بس نعد نواب.
بس المشكلة إنه إذا بعدد النواب القليل بغلطوا، كيف بدهم يعدوا هو كلهم؟ أنتوا يا جمهور التيار الوطني الحر، أنتوا الأساس، لأن برهنتوا بسندي إنه الناس تعبانين بس مش يأسين، موجوعين بس مش مستسلمين. ومن اليوم رح تشوفوا مين بده الفتنة ومين بده السلم، مين بده السيادة ومين بده الارتهان، مين بده الاستقرار ومين بده الانفجار، مين بده التفاهم ومين بده التصادم. بصمودكن الصلب كنا وبقينا هون، بعناتكن المبارك كنا وبقينا هون، بوقوفكن بوجه المؤامرات كنا وبقينا هون، كرمال اللي غابوا ب 13 تشرين كنا وبقينا هون. بالنضال المستمر يلي ما رح يوقف كنا وبقينا هون. واليوم لأنه الشباب عبوا الصالة وعبوا براطة، بدنا نقول تحية ليلي اجوا من زحلة، تشوفوا علي كسروال مفتوح، من جبال والبترون والكورة بشري وصغرتا، بيروت وبعلبك الهرمل اللي باع الغربي ورشية، بعبدة المدن وعكار جزين وكل الشنوب، انتو اليوم انتو اليوم اثبتوا انه التيار لا بتكسروا مؤامرات ولا بتساعوا قاعات. الف تحية لصمودكم، الف تحية للتيار الوطني الحر. لما بيتم اتخاذ تحطيم شخصية سياسية معنويا وإخراجها من الحياة السياسية هدف، بتكون الخطوة الأولى تحطيم جمهورها معنويا حتى تسقط ويسقط معه. وهيك كان الهدف الأول لإسقاط عهد الرئيس ميشيل عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، هو إسقاط جمهور التيار الوطني الحر. هذا الجمهور يلي من زمان مش من هلأ بيحاولوا يرهبوه ويرعبوه ويطوقوا ويضيقوا الخناق على رقبته ويصوروا له دايما إنه إياته ستنهزم، لكن كل مرة ببرهن إلهم جمهور التيار الوطني الحر إنه هو أكبر من أن يبلع، وإنه الإطار يلي من خلاله بيتنفس كل لحظة هو إطار الحرية، لأن الوجود خارجه هو شكل من أشكال الموت. من 13 تشرين ل 5 و7 و9 آب، والاعتقالات والسجون والتخوين والتخويف وغيرهم
حتى احتجاجات 17 تشرين، حيث كان الهدف والتركيز على التيار ومؤسس التيار ورئيس التيار، وكف التنمر والترهيب والهجوم إلى حدود ما إلى حدود. بس رغم كل شيء ومثل القوة يلي ما في شيء بيوقفها، برهن لهم جمهور التيار الوطني الحر هالمرة مثل كل مرة إنه كان هون وبقي هون رغم كل شيء تعرض له. بعدكن تيار؟ إيه بعدنا تيار، أكيد بعدنا تيار، أكيد رح نضل تيار، تيار الأوادم والشجعان يلي ما انكفأوا ولا خبوا انتمائهم وبقيوا رافعين راسهم بتاريخهم وبحاضرهم، ورح يضلوا رافعين راسهم بالمستقبل، لأن كل المشوار الوطني الحر يلي رسموه مع قيادتهم مشرف، وقصته بتلمع لأنه من ذهب، بيضة مثل التلج وساطعة مثل نور الشمس. تيار الوطني الحر باي باي يا حلوين. ليش اعتبرت التيار الوطني الحر باي باي يا حلوين؟ يعني بينوا عندهم 21 نايب ديما. 21 لهلا؟ كيف طلع معنا؟ ما خلف فرق. لا بالعكس عم بحكي، لحظة احكي. هلا عداني معنا نفس الصف. 21 تماماً مثل البذور يلي بحاول الحاقدون دفنها، فتنبت أرز أخضر صلب ومتجذر وعزيمته أكبر مما يمكن أن يتخيلوا. تماماً مثل النسور يلي بحاول المجرمون اصطياده، فبتحلق أعلى من القمم شامخة مرفوعة الرأس، لا عمالي ولا دم على أجنحتها ولا ما يقدر أن يمس بكرامتها. جبران باسيل، كلمتين بيختصروا قصة وطنية انحفرت على جبل ما بتهز ريح، مش بس لأنه مناضل منذ يفاعته، ولا بس لأنه دأب على العمل بالشأن العام بنجاح، ولا بس لأنه كان خير ممثل لخير ممثلين، إنما أيضا لأنه حاز على ثقة جمهور التيار الوطني الحر، فصمد وصمد معه جمهور التيار بوجه أشرس عملية اغتيال معنوي ممكن أن تتعرض إلى شخصية سياسية وما إلى مثيل بتاريخ الحياة السياسية اللبنانية. فجندت المطابخ السوداء أزلامها وأعلامها وأموالها وسفراتها وعملائها وأجراءها وعقوباتها لتصفي معنويا من الحياة السياسية بلبنان، وخيضت هذه المعركة مش بس لكسره إنما لتحطيمه، فخرج منها منتصرا واقف على إجري بكل لبنان، فيما الآخرون عم بهزوا بمعائل وعلى أجر وحده. هو يلي قال بيوم من الأيام: كما الماء نحن، ينبوع تدفق ما بينضب، بيروي كل وطني حر وقف إلى جانب التيار وجبران بوجه المدافع يلي فتحت نيران عليهم. ومياه التيار بتجرف مع كل مين واقف على ضفة النهر وناطر مرور جثته، هو هيك قال والتياريين هيك برهنوا. جبران باسيل درس، وهو يلي بيعلم الكل انه تجري الرياح وكما تشتهي سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن. من 2005 كان إصرارنا كتير كبير على تظهير تمثيلنا الفعلي في المنطقة الحبيبة، تيار يلي هو مكون أساسي من نسيج القاع وراس بعلبك ودير الأحمر وكل بعلبك والهرمل. قلعة بعلبك هي كنز ما بيتقدر بثمن، ولازم نعمل منها ومن محيطها جنة. مشروعنا واضح: تأمين بنية تحتية، تسهيلات إدارية ومشاريع استثمارية عبر لامركزية إدارية مالية موسعة، تيبقوا أهل المناطق البعيدة جغرافياً عن الوسط بأرضهم. واليوم صار فينا نرحب بنايب بيحمل مشروع التيار
بقلبه وبعقله. نايب التيار الوطني الحر سامر الدوم. مربى لأسودة والنجم اللي ما بينطال، زحلة يلي بتجسد التعايش بين أبناء الوطن، زحلة عروس البقاع، زحلة الكرامة والناس الطيبة، زحلة يلي عرف التيار إنه ما بتعيش إلا بالتفاعل والتناغم مع محيطها. ولهيك ومن سنين سلك سياسة مد الجسور والانفتاح. زحلة اختارت الأوادم ليمثلوها. نائب التيار الوطني الحر سليم عون. ونائب حزب التصنام جورج بوجيكيان. معركتنا هي تمثيل أهلنا بالبقاع الغربي ورشيا، هالدايرة يلي بقلب التيار والتيار بقلبه، ويلي عنده فيها صداقات مع ناس أوفية صادقين واضحين ومش غدارين. هيدي السنة قلنا المقعد ما رح يكون ليلي غدر، وهلأ صار عندنا نايب مناضل حر سيد ومستقل، نايب التيار بالبقاع الغربي ورشيا شربي المارون. بالشوف وبعلي نحن فخورين كثير بصداقاتنا، تحالفاتنا المتساوية، بالشراكات الوطنية، بقدرتنا على انه نكون صلة وصل بين كتير مكونات، وكتلتنا بمجلس النواب حتكون كتلة العودة وكتلة الشراكة وكتلة السلم الاهلي. اهلا بنواب التيار الوطني الحر عن الشوف وعلي سيزار ابي خليل. ابن التكتل فريد البستاني. بعبدا المعقل، بعبدا البداية، بعبدا يلي حشدوا زحاف أموالهم على حدودها، بعبدا يلي حاولوا زعزعة أساساتها. هي بعبدا الصامدة بوش كل أحيادن، هي بعبدا العيش المشترك، بعبدا مريم خايل، بعبدا الاستقرار اللي بيطمن والمؤسسات اللي بتحمي. منرحب بممثل بعبدا نايب التيار الوطني الحر ألا عون. بيروت الجرح اللي ما بيلحم طالما بعضهم دافنين الحقيقة، وما كان عندهم هدف أو طموح أو حلم غير إسقاط مرشحي التيار الوطني الحر والتشناق، وما تركوا شي معملوه، ورغم هيدا كله انتصرنا. بيروت الثانية غلبنا أحقادهم وكرهن وأموالهم، وببيروت الأولى غلبنا عدائيتهم غير المبررة أو المفهومة وتنمرهم وكذبهم ودجنهم. رحبوا معي بنائبي التيار الوطني ببيروت إدغار ترابلسي. نقول Go, Sergio!
بيجوه هن وأموالهم وإعلامهم وسفراتهم وتناقضاتهم وفكرهم إنهم بيقدروا بكتلتهم مع بعضهم يضللوا جمهور الطيار ويتقاسموا. بس جمهور الطيار طلع أوعى من ما بيتخيلوا، عرف يصوب الموصلة ويتجاوز كل الأفخاخ. عن المتن الشمالي رحموا معي بنائب الطيار الوطن الحر الياس مصعب. وأمين عام حزب التسناك نائب أجوب بكرة دنيا. انتصارنا بكزروان لفتوح جبال بكفة، والانتصارات بلبنان بكفة تانية، لأن المال يلي صرف لكسر نوابنا كان ما بينعد، ولا ممكن تتخيلوا شو كان فيهم يعملوا للمنطقة كلها لو صرفوا هالمال بالمكان الصحيح. هن عندن المال، نحن عنا الأفكار والأحلام. هن بحاولوا يشتروا مقاعد نيابية ونحن منحاول نبني دولة. هن فكرة مرحلية عابرة ونحن مشروع حقيقي متجذر. لا التيار بجبال بينكسر، ولا في حدا مهما كانت ثورته بيقدر يسبقنا بكسروان. عن كسروان الفتوح وجبال منرحب بالنائبين ندى البستاني. مش مفاجأة لإلنا، لأنه نحن بنعرف عكار كتير منيح، نعرف طبيعة علاقتنا بعكار وعلاقة عكار فينا. عكار خزان الشرف والتضحية والوفا. عكار يلي لما انطلبت بالحرب قدم الدم لتحمي لبنان، ولما انطلب صوتها كانت قد قد المسؤولية وصوتت صح. عكار يلي حاولوا يفصلوها عنا ويسكروا طريقها صرخت وقالت طيار الوطن الحر هو ابن أرضه. هيدي عكار يلي بنعرفها، وهيدي عكار يلي بتعرفنا. من عكار رحموا معي بالنايبين أسعد برغام. للنايب الحليف بالتكتل محمد يحيى يلي بداعي السفر ما قدر يكون معنا اليوم. بالشمال الثالثة كانت المعركة شخصية بالنسبة إلن. كسر جبران بسيل هو ضربة لكل التيار مهما بلغ حجم كتلتو النيابية، وما تركوا أي شيء ممكن يعملوه ما عملوه. من الاغتيال السياسي من بعد ما فشل الاغتيال الجسدي، للعقوبات الأمريكية وشراء الأصوات، للضغط بالوظائف وتشويه السمعة والشائعات. بدل ما يصنعوا أكبر هزيمة لجبران، صنع جبران أكبر انتصار ممكن عليهم. أما الكورة فكانت الحكاية، ناموا ربحانين بس وعيوا خسرانين. الكورة يلي قلبت الموازين عن دائرة الشمال الثالثة. منرحب بالنائب جورج عطلة. وختامها مسك مع رئيس التيار الوطني الحر النائب المنتصر.
جبران باسيل. قلنا لهم تعوا انتوا ومالكم سياسه واعلامكم المدفوع والدول يلي دعمتكم، تعوا واجهونا نحن العزل الا من كرامتنا وشعبنا الواثق فينا. سمعوا مني واجوا كلهم وواجهونا وانتصرنا عليهم كلهم. تيار الوطن الحر اطشناك يا ابطال لبنان، تحيه كبيره الكم ومحبه اكبر وكل الشكر والتقدير. التقدير ليلي صمدوا بوجه التضليل والتشويه والتنمير، تنمروا عليكم 30 شهر، تنمرتوا عليهم بالصندوق بنهار واحد قدهم كلهم. تقدير لكل يلي تغلبوا على زعلهم وخيبتهم، حرضوكم وحملونا المسؤولية، رفضتوا الظلم وصوتوا صح للتيار. التقدير لكل يلي حافظوا على كرامتهم وحريتهم وما باعوا صوتهم، حاولوا يشتروكم برخيص مهما دفعوا غالي، قاومتوا وما وقعتوا. التقدير لكل يلي ترشحوا وما فرقت معهم اذا بيخسروا، كان همهم انه بمشاركتهم يربحوا التيار. تقدير لكل التياريين يلي ترشحوا بالنظام وما توفقوا بس التزموا بالمنائبية الحزبية وتكرموا، وللأسف ليلي ما التزموا وتبهدلوا. التهنئة لكل الناجحين يلي عملوا شغلهم صح وفهموا انه المقعد جابوه للتيار وللتكتل. الشكر لكل يلي انتخبوا معنا او ضدنا، واجبنا نعطيهم الاحساس انه نحن منمثلهم باعمالنا. الشكر لاهلنا بكل المناطق وخصوصا المسنين يلي حملوا معهم تقل عمرهم ليصوتوا لنا. وبدي خصص عكار، عكار اسمعونا لتعرفوا شو بدي اقول عن حيدر.
ليكو أكيد ما هيممكن حيدر قد ما أنا هيممني. بقى عكار عطيتنا 4 نواب، مش 3، 4، يلي بيعكسوا تنوعها بمذاهبها الأربعة. وبدي خصص الطائفة العلوية، يلي عطيتنا 4000 كله أربعات، كله أربع بعكار، يلي عطيتنا 4000 صوت لمرشح من التيار. ما حدا فرضوا علينا ولا حدا فرضوا على أهل عكار، هن اختاروه وهن أعطوه أصواتهم. بعد ما عملت نايب وهيك كيف ما تعمل نايب؟ شو بيهديك؟ الشكر للأجهزة الأمنية والقضائية والإدارية ولوسائل الإعلام المناضلة للحق، وعلى راسها الأودي في وصوت المدى وتيار دوت أورج يلي من زمان بيشتغلوا وبيضحوا للقضية مش للمال. أحبائنا ورفاقنا، بدي أعتذر من كل يلي قصرنا معهم بسبب الظروف الاستثنائية يلي مرت علينا، ورغم هالشي واجبنا نصحح. وبدي أعتذر من الخايب أملهم لأنه ما قدرنا حققنا لهم بال6 سنين أحلامهم. حاولنا كل شيء بس كانت المنظومة أقوى منا. نحن مضطرين نشتغل معهم عن جديد لأنه الناس اختارتهم بالانتخابات، بس نحن مصممين نكمل وننجح طالما عم تعطونا ثقتكم. يمكن غلطنا باختيار بعض يلي كلفناهم بمسؤوليات داخل التيار أو داخل الدولة، وغلطنا بالأمال الزايدة يلي حطيناها ببعض المواقع وببعض يلي تفهمنا معهم، بس أكيد ما خذلناكم لا بأخلاقياتنا ولا بوطنيتنا. هاجسنا كان دايماً إننا ننجز أكثر ما نحكي بالوقت يلي معظم الناس بلبنان تتاخد بالحكي الحلو مش بالشغل المنيح. قصرنا بالإعلام بس هيدا قدرتنا هالقد فينا. حزين أنا على جزين الجريحة، جزين يلي انسرق تمثيله، انسرق وأنا قلبي جريحة عليها وما كنت متخوف نوصل لهون من ورا التمادي بالأنانية وحب الذات ومن ورا الحصار يلي تعرضنا له. بس بدي قلكن بعدنا الأول فيها، وجزين بتبقى قلعة عونية، والطعنات الكتيرة لنردها بطعن. بالآخر بدي أعتذر من كل يلي توهموا بإسقاطنا وبإسقاطي أنا شخصيا. عن جد ما كنت بريد أتسبب لهم بصدمات ولا بهلات ولا بهزات، وأنا ما بريد أبدا انكم تضبوا شنط وتفلوا لانه بدنا نعيش سوا. هيدا
هيدا كله لأنه فكرته غلط وحسبته غلط وتمولته غلط لشيء أكبر من أموالكم يلي استثمروا فيكم ما طلعوا بالرسميل. نبهناكم إنه التيار ما بيخلص، ما صدقتونا. هلا صدقوني أحسن ما تتفاجئوا بصدمات أكبر جاية. أنا والله ما بغش، والله حكيتكن يا لبنانية عن خمس كذبات. تأملوا بكل وحدة منا بدون ما أرجع أراجع، تعرفوا وبتشوفوا وين صرنا. الكذبة الأولى الأكترية وين؟ وبكرة بتشوفوا أكثر بالممارسة. الكذبة الثانية الاحتلال الإيراني كيف؟ وبكرة بتتابعوا مواقفنا. الكذبة الثالثة كتلة التيار هي لحزب الله. اسمعوا ديفيد هيل وشوفونا بالمجلس وبالحكومة. الكذبة الرابعة والتزويرة الرابعة صرف الانتخابي. ضل حدا منكم ما سمع أو عرف بحدا دفع أو قبض؟ والكذبة الخامسة انخفاض الدولار. وين؟ ما قالوا بس يربحوا بينزل الدولار، وهن عم يدعوا انهم ربحوا. طيب وين صار الدولار طلوع؟ او ما ربحوا لحتى ما يطلع. وبالحالتين كذب، لا هن ربحوا ولا الدولار نزل. القصة مش هون، القصة أكبر من هيك صدقوني أحبائي. هالتجربة الانتخابية تعطينا كتير عبر، وبتذكرنا بكتير أشياء بدي أذكر بعضها. أولاً التيار أكبر من أي واحد فينا. كل منتسب للتيار بيعتبر حاله أكبر من التيار أو بيتشاطر ليميز حاله عن التيار، أو بيتزاكى على الرأي العام، أو بيظهر من التيار ليعمل انتخابات وقال بيرجع بعدين بفوت عليهم. فكرنا الطائف نحن. كل واحد الرأي العام والتيار حاسبه. يلي بيطلع من التيار بيبرد، أهل التيار بيعروه من الأصوات وبيطلع مزلط ومشرشح بكم صوت. الأمثلة كتيرة وقدامكم، وإجا وقتها من كسروين للمتن لبعبدة للشوف وبيروت وغيره. إن شاء الله يكونوا تعلموا يلي كان بعدهم عم بيفكروا فيها. 2 الخيانة آخرتها وخيمة، قليلي الوفا كتار. وكل واحد غلط معنا وتعامل معنا بقلة أخلاق أو تصرف على أساس إن انتهينا وما قاد بده يتعاون معنا، أو صار يتعاطى معنا بفوقية على أساس صرنا ضعاف وبنهاية عهدنا طالعين. الناس ونحن حسبناه. وعدوا معي، في منهم حتعرفون، في منهم أنا بعرفهم وهن بيعرفوا حالهم، من يلي التزموا معنا بعكار وغيره وهربوا، من يلي بطرابلس المنية الضنية حسبوها غلط واختاروا غيرنا علينا، ليلي بالشمال الثالثة وبيروت الأولى وزحلة وكسروان وغيرها هربوا منا بسبب تفاهمنا مع حزب الله، ليلي طعنونا بتأليف المتن وبالشوف وعلي
وبجزين كلهم أكلوا نصيبهم وبتعرفوهم واحد واحد. ما في حدا مد إيده علينا بهالانتخابات ما أكل نصيبه. وأولهم رأس الخيانة بالبقاع الغربي. بدي أذكره لأنه صار مثيلة لكل يلي بيظهروا من بيئتهم وبيصيروا مستولدين بكنف الآخرين. بيئتهم بتلفظهم، والبيئات التانية تعرف انهم منن اهل للثقة لانهم غدروا باهلهم يلي احتضنوهم. يا صغار السياسة، يا متلونين، يا حربيات، تتذكروا الحرباية؟ يا أصحاب المصالح المتقلبة، يا مراهنين على زعامة أو رئاسة كتلة، انكشفتوا أنتوا وكتلكم الوهمية. وين ما كان من كسر وين لصغارته. وأكيد ما بقصد هون سليمان فرنجية يلي قد ما اختلفنا معه بيبقى أصيل. ثلاثة، قانون الانتخاب. أنا ما بستحي إني مساهم أساسي بقانون الانتخابات المعمول على قياس لبنان، لا على قياسي ولا على قياس التيار. والبرهان النتائج اللي توزعت على الكل. القانون هو على قياس نظامنا وتركيبتنا الطائفية، وأنا مش مستعد أتخلى عنه إلا إذا في أفضل منه لتحسين تمثيلنا أو إذا انتقلنا فعلا للدولة العلمانية. ساعتها منروح على الدوائر الكبيرة بالنسبية. غير هيك نحن متمسكين بالقانون هيدا، وخاصة باقتراع المنتشرين لنوابهم الستة فوق 128، وبعتقد عرفوا قيمتها. كل واحد أكلها محل ما لازم. أصلاً هيك كنا كاتبين بالقانون، متمسكين بالقانون وبنواب الانتشار وباعتماد البطاقة الممغنطة والميجا سنتر، ومستعدين لتحسينه. وتحديداً في أمر أساسي رفضوه سنة 2017 بالرغم من إصرار الكثير عليه إذا بتتذكروا. اليوم الكل اكتشف أنه مطلبنا كان محق، وهو إلزامية حصول المرشح على عتبة حد أدنى من الأصوات التفضيلية حتى ينجح. يعني مثل ما في حاصل انتخابي للائحة بيكون في حاصل انتخابي أو حاصل تفضيلي للمرشح، وما بيعود ينجح بعشرات أو مئات الأصوات بينما منافسه بيسقط بالألوف. هون بدي أقول لكل اللبنانيين إنه في قراءات انتخابية كتيرة، وكل واحد بيشوفها بضيعته أو بدايرته أو بطايفته، بس في أشياء جامعة لكل اللبنانيين ولازم نتوقف عندها اليوم. وأهمها أولاً الوضع السياسي السني مش سليم. صحيح نحن مع التنوع ومش مع احتكار فريق لطائفة، ولكن التشرذم بهيدا الشكل خطير. ممنوع الأحباط، وممنوع المس بحقوق هالطائفة المؤسسة،
وممنوع الهيمنة على قرارها ونحن إلى جانبها. اثنين، الوضع الشيعي بعده متماسك بالرغم من التحريض لاختراقه بأمر عمليات خارجي عبر عنه شنكر بلقم ونعيه هيل بحكمة. صحيح نحن مع التنوع داخل الطائفة الشيعية، ولكن مش مع التآمر لضرب وعزل مكون أساسي. لهيك نحن ساهمنا بمنع الاختراق وتحديداً بالمقعد الشيعي بجبال، وهن ساهموا بمنع حصارنا الانتخابي. ومنذكر انه عزل اي مكون هو ضرب للبنان. بالمقابل الامساك بالقرار الشيعي ما بيشرع الامساك بالقرار الوطني. ثلاثة، الوضع الدرزي نتعاطى معه باحترام إرادة للشراكة الصادقة والمتوازنة معهم، ولكن ما بيجوز تجاهل التحول يلي صار بالمزاج الانتخابي عنده، ولا بيجوز تجاهل موقع ووزن يلي سقطوا بالأرقام مش بالقيمة. أربعة، الوضع العلوي ما بيجوز استمرار التعاطي معه بدونية وبأقل من حقوق كاملة. نحن معهم مثل ما هن رح يكونوا معنا. هيدي مش بس لحيدر، هيدي لكل العلوية. خمسة، الوضع المسيحي، معقول شوي، الوضع المسيحي زاد فيه التنوع لدرجة كتيرة، وبعدين منحكم إذا هالشي مفيد أو لا. المنيح إنه القانون أمن حسن تمثيلهم، ونحن بحجمنا الأكبر رح نبقى المدافعين عن الحقوق والوجود والدور. وكل واحد لازم يكون أخذ عبرة من اتكاله على الخارج وعلى المال وعلى إلغاء غيره أو على تكبير حجمه. الشغل للقضية بيحدد مين المستحق، وبتبقى القراءة الأهم هي تململ كل اللبنانيين والمشاركة المنخفضة 41% يلي بتمس بشرعية الانتخابات هي والمال السياسي، بس ما بتلغيها. وهون مسؤوليتنا كلنا بالمعالجة. رفيقاتي ورفاقي التياريين ورفاقنا بالتشناق، أكيد إنه أرقام التيار والتكتل انخفضت من 2018 لل 2022، والدليل الأول إنه كنا 29 صرنا 21، ومع الطعون نتوقع نصير فوق 23. الأسباب كتيرة، وأولها حالة التململ الشعبي، وهيدا شيء طبيعي بعد انهيار البلد. حدا كان معتقد انه الناس تفقد كل اموالها وبتتبهدل وما بتتذمر او ما بتحملنا المسؤوليه ولو عن ظلم؟ هيدا شيء طبيعي. ثانيا، الفرق بين اول العهد واخره، وهيدا كمان طبيعي مع انه عهدنا مع الناس ما بيخلص. ثالثا، تحريض الإعلامي وتشويه الصورة والاغتيال السياسي الغير مسبوق بلبنان
ويمكن بالعالم كله. رابعة الحلفاء يلي صاروا بال 2022 أقل بكتير من 2018، وبصراحة بلاهن أريح. لأنهم تركونا بنص الطريق، ويلي مثلهم بعدوها بقى أحسن. على كل حال نواب التيار الملتزمين كانوا 12 بال 2009، صاروا 18 بال 2018، واليوم 17 ولح يزيدوا بالطعون. ومنضل اكيد اكبر كتله حزبيه، الا اذا حدا حابب يغلط عن جديد بالعد. خامسة الميل للانتخابي السياسي يلي له الاثر الاكبر ويلي هو سبب اساسي للطعن بشرعيه الانتخاب وتحوير اراده الناس واستغلال حاجتهم لسرقة أصواتهم. ويلي اسمعوا منيح هون، يلي بده يعد أصوات تفضيلية هي متقاربة، غير ما عم بيحكوا، بعكس ما عم بيكذبوا. حتى يعد ويعتد بتمثيل أفضل للمسيحيين خليه يخصم أصوات غير المسيحيين يلي إجوا بالميل ومش بالقناعة السياسية. هالأصوات سمحوا له ياخذ بمعونة إضافية، ومنعرف مصدرها، ياخذ بمعونة إضافية مقاعد إضافية بجزين وزحلة وبيروت وطرابلس والبقاع الشمالي. بالمقابل نوابنا نجحوا بأصواتنا التفضيلية من دون الحاجة لدعمهم بأصوات إضافية لحتى ينجحوا. كمان لازم يخصموا أصوات المسيحيين الموسميين يلي إجوا بشراء الأصوات وبخرق كل السقوف المالية كلها وبصرف انتخابي تخطى كل حدود الأخلاق والمنافسة الشريفة. لو كانوا شرفاء بيواجهونا بتكافؤ الإمكانات، مش مثل يلي محصن بالدبابة وعم يقاتل إنسان عير الصدر. بكل الأحوال يلي عم يحكي عن الصوت التفضيلي بتردوا عليه بالميل التفضيلي. هيدي مش أصوات تفضيلية، هيدي أموال تفضيلية. بكرة بتروح الأموال وبترجع الأصوات لأصحابها، وبتبقى الحقيقة الثابتة يلي هي أنتو ما بتنلغوا وما بتتغيروا. والحقيقة الثابتة إنه نحن الكتلة والتكتل الأكبر بمجلس النواب. ولح بتشوفوه عم بيكبر مثل الصبي عند الحاجة نعلن عنه أو بيعبر عن حاله. وبدكن الصراحة، أنا مش زعلان إنه يصغر أو لو كان أصغر، وما كنت زعلان لو خسرنا، ولا إنه ما نكون أكبر كتلة بالعدد. جربناها، خليهم يكونوا هن أكبر بالعدد. قالكن بيتحملوا شي مرة المسؤولية؟ لنشوف شو بيطلع منهم. نحن سجلنا النصر الانتخابي وحفرناه بالتاريخ وختمناه، وبعد هيك مش مهم إلا شو منقدر نعمل للبلد بنايب أو بخمسة وعشرين نايب. أهلي ورفاقي، من بعد اليوم نحن بدنا نوقف العد، وبدنا
تطلع بكرة الأرقام الصحيحة بتبين الحقائق، منقدم الطعون اللازمة، لأنه ما بيجوز أن نمرق فضيحة شراء الأصوات والضمائر. هيدي قصة كتير كتير كبيرة بالبلد، ما بيسوى تمرق. هن يلي وضعوا سقف المعركة بإنهائنا وإسقاطنا، هن يلي قالوا ما بقى في شباب بالتيار وما بقى في تيار، وباسيل ما بقى بيعمل ناطور بناية أو مختار بالبترون، هن يلي بدهم ما يوقفونا على إجرينا، بدهم يحطونا بالطابق 17 تحت الأرض. نحنا معودين نقعد فوق الأرض، وعلى قمم الجبال كمان. هن افتكروا بيدفنونا، مش عارفين انه نحنا شلش صنديين من شق الأرض ومنوصل للسماء. عملوا كل شيء ليسقطونا، كسروا البلد، سرقوا الناس، زرعوا الكذب بعقولهم، خلوا قسم يصدق انه نحن سبب المصيبة. المرتكبين الفعليين تخبوا وراء الثورة نظيفة، والناس المظلومين بدل ما يصبوا غضبهم عليهم صبوه علينا وطيروا فرصة التغيير. عملوا كل شيء بس نجحنا وعلى كتافنا حمل كبير، وبقلبنا غصة على الناس يلي دفعوا ثمن المؤامرة. انتصرنا، بس أي انتصار وبلدنا مهدد وجوديا، أي انتصار وكل بيت فيه كارثة وجرح ووجع. انتصرنا، بس شو بدنا نعمل بالانتصار؟ جايين نحتفل مش لنعاتب أو نبرر، جايين نقول بكل شجاعة وإيمان البلد بخطر ومسؤوليتنا كلنا نخلصه. ما حدا قادر يلغي حدا، ولا حدا قادر يحكم لوحده، ولا حدا قادر يخلصه لوحده. كل واحد بيعرف حجمه الحقيقي، وهيدا الشدل بعد اليوم ما له قيمة إذا ما خلصنا البلد. شو مبرر وجودنا وأحجامنا وكتلنا وتكتلاتنا إذا ما وقفنا الانهيار؟ بعد كم شهر بيخلص الاحتياطي بمصرف لبنان، تخلص كذبة الحاكم، وهو بالحقيقة ما تبقى من ودايع الناس. بيخلص وما بيعود معنا حق الطحين والدواء والبنزين والمازوت، وهون التحدي الحقيقي. شو إلى قيمة الانتخابات والحكومة والرئاسة إذا ما كانوا لإنقاذ البلد والناس من الجوع والفقر والمرض؟ انطلاقا من هون منوجه نداء ومنمد ايدنا لكل النواب يلي بيتشكل منهم المجلس الجديد، لنشتغل سوا ونقر القوانين الإصلاحية ونشكل حكومة إصلاح، ونترك الرئاسة لوقتها ولظروفها وما نخرب البلد كرمالها. وبدل النكد والتفشيل نحول الأشهر الباقية من ولاية الرئيس للشغل على محورين، لأول الحكومة والمجلس النيابي، ونستفيد من وجود نواب جدد وخاصة يلي جايين من المجتمع المدني ليتمثلوا بالحكومة ويتحملوا مسؤولية ويشاركوا بإقرار القوانين الإصلاحية. وبكرة أو التنين أو التلاتة تنين رح نبعث لهم لائحة مفصلة بكل قوانين ال 299 يلي قدمهم التكتل من سنة 2009 لليوم، تكتل ككل، غير نواب المفرق، ويناقشوا ويعدلوا شو ما بيريدوا. المهم انه نتعاون سوا
ونكون سند لبعضنا بالإصلاح، واثنين بالتوازي مع هالشيء طاولة حوار بيشارك فيها الكل بإرادتهم قبل ما تجينا دعوة لمؤتمر بالخارج ونجبروا الكل يشاركوا فيه. ما عليه إذا عيطنا لبعضنا من جوا منلبي بعضنا، مش بس يعيطولنا من الخارج منجي. نعمل حوار داخلي حول كل المواضيع الخلافية، من الاستراتيجية الدفاعية للدولة المدنية واللامركزية الموسعة ومجلس الشيوخ والنظام السياسي، حول الخيارات الاقتصادية والمالية، حول تحييد لبنان بإرادة أبنائه، حول النازحين واللاجئين، حول الحدود والغاز، ومنحط سوا معادلة لا غاز من كريش من دون غاز من قانا. مشاكلنا ما بتنحل لا بالعنف ولا بالنكد، تنحل بس بالحوار، ويلي أوهموا الناس إنها بتنحل بالانتخابات كذبوا عليهم. نبهناكم إنه التغيير الكبير بده حوار، مواجهة الأزمات الكبيرة بدها جرأة ووقف مكابرة. نتحاور لنلاقي حلول، وشو ما كانت الحلول رح نضل عايشين سوا على مساحة 10,452 كيلومتر مربع، بلا أوهام التقسيم والفدرلة. كيف ما كان شكل النظام، الأرض باقية ما بتتقسم، والناس بيبقوا مرتبطين ببعضهم بروابط اجتماعية ومصالح اقتصادية. الأمن لكل الناس، الازدهار والاستقرار لكل الناس، الحرب والجوع بيصيبوا كل الناس. ما تسمحوا لحدا يردنا على الحرب ويوصلنا على الجوع. لبنان باقي بمحله، الأرض ما بتزيح، وسوريا رح تبقى جارتنا. يلي بيتغير هو طبيعة العلاقة. لم نقبل المس بسيادتنا، ولم نريد نتدخل بشؤونا وبشؤون غيرنا. مطلبنا حسن الجوار واحترام متبادل للاستقلال. طموحنا المشرقية الاقتصادية وتعاون بالاقتصاد وحماية بعضنا من مخاطر العدوان والإرهاب. شو ما كان نظامنا، طبيعة مجتمعنا ما بتقبل التسلط والتفرد. الحرية هي أساس وجودنا، واحترام التنوع وبناء المواطنة هو الهدف. ما حدا بيفرض على حدا نموذج العيش، وما حدا بيهول على حدا. رح يضل لبنان على شرق المتوسط مفتوح على الغرب، ورح يضل دولة مشرقية امتدادها سوريا والعراق والأردن وفلسطين، وشراكتها مع مصر والخليج ومداها الأبعد تركيا وإيران. وبدنا نبني معهم كلهم علاقات اقتصادية واحترام سياسي. هيدا موقفنا، هيدا مشروعنا. ما تسكروا دينيكم، اسمعونا وناقشونا، اختلفوا معنا بس ناقشونا بالعقل والمنطق، مش تقتلونا بالغريزة والحقد. شعبنا كله على مركب واحد، ما تخلوا العناد والمكابرة يغرقوا المركب. شيلوا من راسكم فكرة انه حدا بيقدر يلغينا، ونحنا ما فينا نلغي حدا ولا بدنا. لم نظلم ولم نقبل الظلم، نحنا قوية بالحق، ودورنا نكون همزة الوصل وسلة التواصل. ولح نبقى تصالحيين وإصلاحيين، أبناء الدولة المحمية بالجيش القادر يستفيد من عناصر قوة لبنان. ورح نبقى رواد الدولة المدنية القايمة والمبنية على الاقتصاد الحر مش الاحتكار،
على الانتاج مش على الدين. أهل اللبنانيين الاستحقاق الأهم الأهم هو وقف الانهيار وخطة الإصلاح، ولكن أمامنا استحقاقات دستورية ملزمة مثل الانتخابات، ومفروض نمررها بسرعة وبهدوء، ولازم تكون مؤشر لإدراكنا إنه الأمور تغيرت. الاستحقاق الأول هو رئاسة المجلس والإدارة المجلسية. نحن من جهتنا جاهزين لإلغاء الطائفية بالكامل، مش بس الطائفية السياسية، بس منفهم إنه مش وقت اليوم. بس شو كان بيمنع التغيير من نفس الفريق؟ بالآخر هيدا قراركم ومنحترمه، بس شو بيمنع أعطاء فرص للآخرين برئاسة المجلس وبنيابته طالما كلهم مقاومين والأوادم كتار؟ إذا في حدا بالغلط عم يفكر يقايضنا رئاسة المجلس بنيابة الرئاسة فهو غلطان ومسترخصنا. هو غلطان ومسترخصنا. جربنا نيابة الرئاسة بالمجلس، ومع احترامنا للموقع عرفنا فعاليته بظل الإدارة المجلسية القائمة. نحن أقل شيء بينحكى معنا بإقرار اللامركزية الموسعة بالنظام الداخلي لمجلس النواب والتصويت الإلكتروني من ضمنه، بفصل فعلي للسلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية. التعاون بيناتهم ما بيعني الإمساك الكامل بالأولى ومد الإيد على الثانية. نحن بينحكى معنا باسترداد الأموال المحولة للخارج، بالتدقيق الجنائي، بالكابيتال كنترول وكشف الحسابات والأملاك، برفع الإيد عن القضاء بتحقيق المرفأ، وغيره وغيره. وهول مش بس بالحكي والتعهدات، لأنه جربناها. الحكي جربناه والتعهدات جربناها، ولا بالتوقيع الخطية لأنه اختبرناها بالمياومين وبالكابيتال كنترول وبغيرهم، ولا بالضمانات لأنه ما حدا بيقدر يعطيها في أكثر من المنتشرين والميجا سنتر. نحن ثمن صوتنا أكثر بكثير من نائب رئيس، والتياريين أمالهم أكثر بكثير من وعود، واللبنانيين حقهم بالتغيير وباسترداد أموالهم المهربة والمنهوبة. الأزمة كبيرة والانهيار ضخم. الأيام تغيرت وما فينا نقبل بأقل من هيك. قادر يكون هيك؟ الاستحقاق الثاني والسريع هو الحكومة. نرجع منذكر باقتراحنا بتعديل دستوري بسيط بيعطي شهر واحد للرئيس لإجراء الاستشارات الملزمة بيتم خلاله التفاهم مع الكتل على شكل الحكومة ونوعها وبرنامجها، وهيك ما بيصير في مفاجآت. وكمان بيعطي الدستور رئيس الحكومة مهلة شهر للتأليف، هيك منضمن حكومة بسرعة. أما إذا عيندته مثل العادة ومن دون سبب فهيدا بيأكد وجود نية من كتار من رئيس الحكومة وغيره، ونحن لامسينا بوضوح لعدم تشكيل حكومة وتجاوز الدستور باعتبار الحكومة الحالية
حكومة كاملة الصلاحيات. انتبهوا، هيدا بسقط الطائف وبيخلي كل موقع ومؤسسة دستورية قائمة من دون حدود زمنية. بالمقابل نحن بدنا رئيس حكومة عنده شرعيته الشعبية ومرضى عنه من طائفته أولا ومن مجموع اللبنانيين ثانيا ومش من الخارج. حقنا نعرف شكل الحكومة ونوعها بغض النظر إذا منشارك فيها أو لا، وأكيد منطالب باختصاصيين مدعومين سياسيا ليكون عندهم القدرة والمعرفة لحل المشاكل. وبدنا يكون برنامجها واضح بالإصلاحات المعروفة ويلي لازم استكمالها بفصل الصيف. وفوق هيك بدنا نعرف موقف رئيس الحكومة من ثلاث قضايا: واحد، رفع الغطاء والحماية منه ومن وزير المالية عن رياض سلامة. ما فينا نوعد الناس بالإصلاحات ورأس المنظومة المالية يلي سرقتهم باقي محله برغم عشرات الدعاوى ضده ومذكر التوقيف بحقه. هيدا كيف بده يضمن العملة الوطنية؟ وبالنسبة للبديل الكفاءات المش حزبية كتيرة. اثنين، الالتزام من رئيس الحكومة ومن وزير العدل ووزير المال بإنهاء تحقيق المرفأ وإصدار القرار الظني. نحن هون على بعد أمتار من موقع الانفجار يلي دمر العاصمة وقتل أكثر من 200 وجرح أكثر من 6000، وبدعيكم للحظة وقوف وصمت احتراماً إلن، وكل منا على طريقته يصلي ويتذكر ويتأمل. الحقيقة مأسورة، التحقيق مأسور، القرار الظني مأسور، أهالي الضحايا مأسورين بحزنهم، الهيئة العامة للتمييز مرسومة مأسور عند وزير المال ومأسور معه مسار العدالة، والموقوفين أصبحوا مأسورين. نعم مطلوب فك أسرهم. بدري ظاهر ورفاقه أصبحوا أسرى. بدري ظاهر ورفاقه الكتار كلهم أحبائنا مش رح نعددهم أصبحوا أسرى وما عادوا موقوفين. بكفي سنتين من التوقيف الاحتياطي الظالم. ثلاثة، الالتزام بإنجاز التدقيق الجنائي وين ما كان، أكيد بدءاً بمصرف لبنان يلي بلش، وخاصة بوزارة الطاقة، خاصة بوزارة الطاقة. يمكن بعجقة الانتخابات ما سمعتوا تسجيل البواخر يلي بيضحط كل كذبه. اسمعوا، وإذا عزنا والالتزام كمان مطلوب بإعادة هيكلة المصارف وباستعادة الأموال المحولة لبرا مش شطب أموال المودعين. الاستحقاق الثالث، رئاسة الجمهورية صحيح مش مستعجل ولكن ما لازم يصير فيه فراغ. كتير رهانات سقطت في الانتخابات وغيرها وكتير تكهنات طلعت مش بمحلها. تجنب الفراغ بيبقى مضمون باقتراحنا بتعديل دستوري محصور بعملية الانتخاب.
لتكون مباشرة من الشعب وعلى دورتين، دورة عند المكون المسيحي ودورة تانية لكل اللبنانيين لضمان حسن التمثيل وقوة الموقع. ليه الهروب من رأي الناس؟ محاولة المس بحسن تمثيل الموقع. وبدي أقول كلمتين، الرئاسة منا أكلة طيبة، ولكن الرئاسة منا لقمة سايغة. هيدي الاستحقاقات الثلاثة بتدل إذا في إرادة سياسية للتغيير أو بعدنا على نفس النمط. وهون ننتظر من العناصر الجديدة بالمجلس موقفها وقدرتها على التعبير وعلى التغيير. أنا وأنتو شفنا كلنا مشاهد المقترعين وشعرنا بعطشهم للتغيير، وتذكرنا أيام التظاهر ضد السلطة. بتأمل كلنا نساهم بالتغيير. بالآخر بدي أقول للتيار الوطني الحر، التيار الوطني الحر، أنتوا عن جد أبطال. أنتوا تعرضتوا لحرب كونية ما بيصمد بوجهها إلا الأبطال. المؤامرة علينا بلشت من زمان، وأنا بدعي اللبنانيين يلي كمان كانوا بعجة الانتخابات يقروا المايسترو شنكر على رواق، برواق يفهموا كل شيء، وبيشوفوا كيف اعترف انه اشتغل لانهيار بلدنا، وابتسامته الساخرة هو وعم بيحكي عن قرارهم بتخفيض تصنيف لبنان اصدق من اي كلام، هو مبسوط بعذاباتنا. وقروه ديفيد هيل يلي حكي بملامه عن الحكاية الخيالية عند الامريكان بمعاقبة حلفاء حزب الله غير الشيعة لأضعاف بنيته. لحضم كلامه اتنينهم على ملف المراجعة تبعي حول العقوبات بأمريكا. التيار نحن صمدنا ومرة جديدة انتصرنا. حاولوا يدفنونا مش عارفين ان حبة قمح شو بتعمل؟ تسمر محبة. التيار مش بس جسم، التيار روح، والروح ما بتموت. بقينا بس التحديات قدام التيار كبيرة، وبدنا نتصدي لها سوا ونشتغلها سوا لاستنهاضه. وصلت رسالة الغاضبين وبدنا نسمعهم ونشرح لهم انه المؤامرة مستمرة علينا ومكملة. تياريين يلي تركونا ما رح نتركهم ولو غلطوا. المحاسبة بالتيار صارت ضرورية على كل المستويات، وما منقدر نبقى محكومين بنظرية انه ما فينا نخسر حدا، لانه كلفة بقاء البعض من دون محاسبة صارت اكبر بكتير من كلفة خروجهم. انا لا عملت ولا بعمل شيء تحت الطاولة، كنت عادل مع الجميع مثل ما قلت لكم، والتزمت بالتوجيهات يلي اعطيتها باللقاءات وبالاعلام ولا سنتيمتر اكثر. بس الديمقراطية
والحرية لما بيزيدوا عن حدهم بيتحولوا لفوضى قاتلة. ما بقى في مركز نيابي أو وزارة أو إدارة محجوز لحدا. الكل عرضة للتغيير، وحق الناس الطالب بالتغيير، خاصة إذا الإداء مش منيح. النواب موجودين بإرادة الناس والتيار وبس. رجعنا على حيدر. ثلاثة، الشباب لازم يستلموا التيار. شفنا بالانتخابات قدي عندهم طاقات وقدرات ورغبة بالشغل. لازم ياخدوا محلنا ونبلش نحضرهم لهالشي. المرأة لازم تاخد موقعها بالنيابة. المرأة لازم تاخد المرأة هاي المرأة بالبيت المرأة لازم تاخد موقعها بالنيابة. والتيار مليان سيدات كفوقة وندى بستاني مش استثناء. في غيري انتبهي. التغييرات المنتظرة كتيرة والتحسينات واجبة، وأنا بدعي الشباب والشابات، الشابات والشباب يتقدموا من اليوم لياخدوا مراكز قيادية بالهرم الإداري بالتيار، وبدعيهم يتحضروا من اليوم بكل المناطق للانتخابات الجاية بدءاً من الانتخابات البلدية. يتقدموا وأنا لجنبهم. شبابنا أنتوا الأمل. يمكن حملناكم كتير ألم وحملنا كتير خيبات عنكم. جايتنا أيام صعبة، جايتنا أيام صعبة، وبدنا نبقى مع الناس نحملن الأمل ونحمل عنن الألم. وبالختام نهدي نظرنا اليوم للعماد عون. نهدي نصرنا للعماد عون ومنقول له أنت نضلت عنا وصار حقك ترتاح ونحن نكمل عنك. اشتغلت كفاية وتألمت كفاية. اطمن إنه الشعل بإيدين التياريين يلي ما بيعرفوا التعب ولا اليأس. انت زرعت فينا القضية وحملتنا المسؤولية ونحن عدا. نحن هون اجيالك مش جيل عون. نحن هون اجيالك جيل ورا جيل. كنا ورح نبقى للبنان حر سيد مستقل.
كنا وبقينا وراح نبقى هون تيار وطني وحر. عشتوا عاش التيار وعاش لبنان. راح نبقى هون وحياة الهلال ويشهدنا الكون وطني غالي تراب. راح نبقى هون وحياة الهلال ويشهدنا الكون وطني غالي تراب. راح نبقى هون وحياة الهلال ويشهدنا الكون وطني غالي تراب. راح نبقى هون وحياة الهلال.